السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته احبابي واخوتي واخواتاتي، كنتمنى انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد، فيديو جديد ان شاء الله. اليوم انا غادي لواحد البلاصه زوينه 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 بزاف، مي ما غاديش بوحدي، معايا صاحبتي الجزائريه الحره كما احنا المغاربه والجزائر شعب واحد. لالا سعديه، افين رحتي؟ او سلام، اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس عليكم. مرحبا بكم من تركيا، نبعث لكم سلامنا منا ومعكم ساكينه فلوغ، ودعموها بزاف بزاف. ربي يخليك. غتستفادوا منها بزاف بزاف حوايج بصراحه، لانه كاين بزاف هنا شي ناس يجوا لتركيا وما يعرفوش كيفاش غايسيروا وكيفاش يمشيوا. ومع ساكينه ما تخافوش، والله والله انا نقولها لكم، يعني بلاش، يعني بلا ما تدفعوا شي حاجه بلا حاجه، يعني كتعرفوا كاع كيفاش غتسيروا هنا في تركيا. هادشي اللي كاين. وانا هنا حاليا غنمشي لواحد المول، انا في محطة اكشم 60 هادي، غنمشي لواحد المول هنا ديال المحجبات. ومن هذا قالوا لي الناس، قالوا لي المتتابعين، انا كي خاصك تورينا المناطق ديال الحوايج ديال المحجبات. ان شاء الله انا غنمشي لهذا المول وخلي كما كتشوفوا اخوتي، هي ديال المحطة اللي نزلت فيها اكشم 60، هي دي المحطة. غتنزلو من المحطة تمايا، غادا تجيو نيشان، تبقاو غاديين تو دغوا نيشان. هادي هاد الطريق غنمشيو غاديين، خليكم معايا حتى لهدا من هنايا نيشان، يعني معندكمش فين غادا تهدرو. غنوريكم تا التراجي، كاين واحد المسجد حداه سميتو مسجد كاظم. أصلا كلشي جميع المعلومات غادي تلقاوها في صندوق الوصف. واليوم حق الله نهار كبير 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 بزاف، انه ماشي بوحدي، معايا صاحبتي الجزائريه، وانا كنموت وكنعشق شعب الجزائر. عندي اصدقاء مخلصين، ومنهم من بيناتهم السعديه، والله العظيم بلا يعني بلا نفاق بلا ولا حتى شي حاجه، والله العظيم اختي السعديه. الله يخليك حبوبه، حتى انا كنحماق عليكم بزاف بزاف، والمغربيين والله والله اعز اصدقاء بالنسبه ليا. والمغرب توجور مع الجزائر كيبقاو خاوه خاوه، و هذاك كاش كيما خاوة خاوة ما تفرقنا عداوة. خاوة خاوة ما تفرقنا عداوة، هذه حتى واحد ما يمكنها. ولا تودري ديما راجعي، ربي يخليك. ايوا كيما الشعب الجزائري، انتم ربحتوا في المونديال ديال هذا العام، وشجعناكم وكنتوا انتم الدعم لينا، يعني شجعتونا. بالنسبة لينا احنا، بالنسبة لينا احنا واخا خسرنا في المونديال ما عندناش مشكل، الا ربحتوا نتوما بحال ربحنا احنا. هذا هو الاسونسيال، حنايا الهدف ديالنا انه شي واحد عربي كياخذ لاكوب هي الصح، خديناها الحمد لله. رانا كاع كيف كيف خديناها احنا بحال بحال، يعني بحال خداها المغرب العربي كامل. والله الحمد لله، يعني الحمد لله، فرحتونا من قلبكم وحسينا بالفرحه. وها حنا دابا جينا المول، هو هذا كما قلت لكم، تبقاو مع الطريق اللي قلت لكم معاها، تبقاو غاديين تو دغوا على نيشان، تبقاو غادي وغيبان لكم واحد المقبره حداها على ايدكم اليمين، غدوروا هو هذاك المول. لاتين قطعوا الطريق، نقطعوا الطريق. هادي حداها هنا واحد ليسي اسطنبول كز اناضولو، هو هنا حدا يعني قريب. هذا مول مفتوح، ماشي بحال المولات اللي كتعرفوا اللي مغلقه، ولا بحال الفيديوهات اللي من قبل بحال فينيزيا مول اللي صورت لكم في ثاني فيديو، او لا المول ديال الجواهر. لا هذا مول مفتوح، هانتوما خليكم معايا وغادي تشوفوا كي داير هذا المول. اصلا حنا قربنا له، وكنزيد لكم شي حاجه ثاني في هذا المول ديال المحجبات. بالنسبه للمحجبات، في كل شيء، كل شيء زوين ديال هذاك الشيء ديال المحجبات، وخصوصا القماش الزوين، واي حاجه كتعني اي وحده محجبه كتلقى حنايا، يعني كل شيء كل شيء موجود هنا. وهذا المول هذا خاصة خاصة فقط للنساء، ممنوع على الرجال. ما كاين لا جاكيطات لا سراول، لا فقط للنساء هو هذا المول. ها
انا نزومي لها زيرو سبورت افي مي، يعني بالنسبه للعيالات المحجبات اللي بغات تاخذ الحوايج تجي لهاد المول. احنا غنشوفوا لي بري وغنقول لكم الاثمنه ديالهم، وخليكم معايا اساسا غتشوفوا كل شيء. احنا داخلين له في ريستورات، في محلات غزاله تبارك الله ما شاء الله، وخليكم معايا. الدخله ديالو راه مكتوبه هنا زيرو سبورت، زيرو سبورت. المهم جميع المعلومات كيفاش غتجيو له، كيفاش الاثمنه وداكشي كامل، غادا ترجعوا للديسكريبشن او صندوق الوصف غادا تلقوه. هذا هي الدخله ديال المول، وبما ان هذا المول هذا العرب كيجيو له، العرب كيجيو له كلشي الناس، يعني كذلك كما قالت لي صاحبتي السعديه ان الاثمنه مناسبه. هذه هي الدخله. وبعض الاحيان مثلا في شهر ديسمبر كيديروا تنزيلات بزاف زوينه، اللي بغى يجي في اخر السنه يعني يديروا بزاف تنزيلات رائعه جدا. انا كنجي لهنايا دائما في شهر ديسمبر وكنشوف اثمنه زوينه. حنا غندوب، هو في كما قلت لكم هذا مول مفتوح يعني ماشي بحال المولات العاديين. حنا غندوب الطابق التحتاني ونكملوا الدوره مع بعضياتنا. كما قلت لكم فقط للمحجبات، كنقولها وكنعاودها فقط للمحجبات، فقط للمحجبات. واذا شفتوا هنايا شي ديجان ولا رجاله عرفوا بلي كيتقداو مع العيال ولا كيجيو معاهم يخيروا لهم. حنجينا عنده حنجينا بحال خصك اذا جيتي لهنايا جيبي معك شي راجل يدفع، انت تختاري ويخلص فقط. او لا الا لقيتي مثلا رجالنا فقام جيبي معها انت، ديري انت يعني متنزل لوليداتهم سباس ديال لي بيبي، سباس ديال دي صغار لي بيبي باش يفوجوا مع ريوسهم. وكاين ديك هذا كيوسكات بحال هادو متاجر ديال الماكله، يعني مو زوين زوين مفتوح ومنفذ ماشي بحال المولات الاخرين اللي فيه وفيه دي مارك اللي زوينين. مثال هاد المغازه هادي ديال لي غوب سواغي كيجيو على هاد الشكل هذا. وبالمناسبه حاليا كاينين دي برومو على قبل، شوف هنا مثلا هاد البيسه هادي كي كتجي مزيونه ديال المحجبات اصلا مكتوبه ها اندير مخصم، يعني كاينين تخفيضات بمناسبه ان البدايه ديال موسم الشتاء. حاليا كيديروا السلعه ديال الصيف كيديروا لها بروموسيون. شوفوا مثلا صاحبتي شنو لابسه، كما كنقولوا كنعاودها فقط للمحجبات واثمنه زوينه. وهانتو لي بوطات ديال بالمناسبه ديال هذا فصل الشتاء، فصل الشتاء الجديده. وعندك هذا ديال لي زاكسسوار ديال الدار، ها يعني ملابس محجبه مستوره، يعني ماشي شي حاجه اللي معرين ولا بحال هادو سيوات نورمال. عجبتك هذه؟ زوينه شتي، جات مزيونه، جات بزاف زوينه، عجبتني. اصلا البوردو مع الخزي كيجي زوين، من هذا الهضم كيجي غزال. ها انتم بحال هذا الطقم دي بالقطيفه، بالقطيفه هذا كما راكم تشوفوا. هذا العام التيسو ديال القطيفه يلعب دور كبير في الموضه، كما راكم تشوفوا دايرينها مثلا هذا لونسومبل ديال القطيفه فيه البنطالون والفوق الفوق ديالي ديال القطيفه نفس الشيء. كما حتى كيجي حتى لا جيب كيجي سخون بزاف كيجي سخون. اصلا شتا كاينه هادو ديال لي غوب سواغي كلشي قطيفه. لا بصراحه زوين، لا 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 حتى الحويجات مزيونين وزوينين يعني بمتن كما كنقولوا كيتناسقوا بيناتهم بصراحه زوين. عندهم واحد الموضه هنا في تركيا. لا لا زوين هادو القبيات والله الا هذا المول عجبني بزاف بارابور لي مول الاخرين اللي صورت فيهم. عجبوني. ها شوف هذه مثلا هذا البوردو لا
زعما كيعرفوين يسقوا هذا شوف هذا مثلا هذا كيقولوا لي نسيت سميتو جيلي ولا حاجه هكا جيلي هذا مونتو خفيف مونتو خفيف ما نسيت سميتو عندنا بوليرو بوليرو المغربيه بوليرو كنقولوا حنا بوليرو هادو ديال المحجبات ديال البحر ديال البحر الناس ديال لا بلاج الناس المحجبات اللي بغاو يمشوا للبحر كيجيو ياخذوا الحويجات من هنا هادو ديال لي سيرفي ديال البحر ماشي سيرفيتات مايو ديال البحر ديال المحجبات بحال هادو تبارك الله غزولين شوفي هادو هذا واعر زوين يعني كيعرفوا كيفاش ينسقوا البيسا شوفي هي صراحه دابا كوين هي راه سامبل هي سامبل شوفي كوين تنحي لها هذا المارو يبقى غير هذا البيض ما تبانش ما تجيش فينا اصلا ما تجيش كاع زوينه مجرد حطوا لها هذيك فوق ولا تبان شي حاجه كلاس لبسه كلاس زوينه وحتى هذه النواغ اللي حداها الا تشوفوا تيو ما نظنش غادي تبان لكم المهم ندخلوا لداخل الا ما جراو علينا هي هذه اللي عندكم بحال هادو دي سوميج وعندك هادو لي شوسيغ سبيبطات وحتى هادو شيلان بالاضافه مع حد المعلومه ان هذا المول فقط الى لاحظتوا المجازات فقط خدامين فيهم غير البنات بما ان هذا المحلات تجاه هذا المول هذا اللي جيت ليه فقط للمحجبات فقط النساء اللي خدامين فيه يعني ممنوع على الرجال هنا الرجال ما تلقاهمش خدامين من غير الناس اللي دايرين الطبخ والاكل فقط هنا لتحت انا غنصور لكم في ذاك الكيوسك انا غنزو هذا الكيوسك هذا اللي تشوفوا فيه ديال الماكله اولا هذا تم بعدا كيبيعوا هذا اللي بغيتوا تاخذوا سيكان الشوانط ديال السفر تمايا فقط هذا المول اؤكد وكنقول وكنعاود فقط للنساء هذه اولا ثاني حاجه الخدامه اللي خدامين هنايا كاملين عيالات الا شفتوا المجازات كاملين عيالات وهذا الشيء اللي كاين هذا هو المول كامل ونخليكم مع لقطات من المول من الداخل I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Yeah, we are heroes tonight
كتشوفوا حبابي وخوتي وعائلتي، دابا راه هذا هو لا فيديو قرب يسالي. غنخلي الكلمه الاختتاميه وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو ديال اختي، وان شاء الله ان شاء الله يكون نال اعجابكم، وان شاء الله تستفادوا منه، وعلى بالي بلي غتستفادوا منه بزاف بزاف، لانه بحال هذا لي فيديو اللي كيف الواحد يجي لهنايا ما يضيعش ويشوف بوحده، يعني ما كان ني مرشد ني شي حتى حاجه، يعني ما لازمش يعني ياخذوا منكم الفلوس، وحاجه يعني سهله سهله، ما تاخذش يعني من وقتكم بزاف. فيديو تشوفوه وديري وابوني للقناه، ومعكم اختي ديما معكم حاضره كتوري لكم كيفاش كتمشيو في تركيا، واستمتعت انا ثاني معكم اليوم، وان شاء الله تزيدوا تشوفوني مرات واحد اخرين ان شاء الله. والجزائر مع المغرب ديما خاوه ويعطيك الصحه اختي كي تعرفت عليكم. ربي يخليك، بالعكس شرف ليا حبيبتي السعوديه، وانا والله العظيم الا عندي اصدقاء من الجزائر، وكنبغي الشعب الجزائري، يعني ماشي فقط انا سعوديه حدايا ولا هذا، بالعكس وحنا اصلا راه ما بين الجزائر والمغرب ما كاين والو، حنا راه عائله وحده، ثقافه وحده، لغه وحده، دين واحد، حنا ما سوقناش في الامور الاخرى، احنا شعب واحد الحمد لله متاحد. الحمد لله وربي يخلينا ديما على امين امين، ديما يخلينا ديما خوت خوت. كما قلت لكم حنا شعب واحد متحد والحمد لله. الفيديو اليوم قرب يسالي، كنقول لكم مع السلامه، وكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم بزاف، وما تنساوش تابوني للقناه، ما تنساوش تشاركوا في القناه، ديروا اللايك، خليوا لي كومونتير. حاجه اخرى سعديه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تستفادوا بزاف 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 عن طريق سكينه اختي، وعارفه بلي ما غتندموش. ابوني للقناه وديروا جيم وخلونا لي كومونتير، وتشرفت معرفتكم. باي باي، يلا باي باي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.